انضم معنا من جدة مؤسسة حملة بهجة هبة المهندسة رغد الصافي. مهندسة رغد صباح الخير، أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا فيك، صباح النور والسرور. الله يحييك. أنا ببدأ مباشرة إلى الاسم بهجة هبة، الله يغفر لها ويرحمها. الاسم خلفه قصة، خلينا معك نتعرف على هذه القصة لهذه المرحلة الطويلة من الكفاح ومحاربة هذا المرض. نعم صحيح، في البداية أحب أني أبدأ الحكاية حقتهم بشكل أنه جاه السرطان في عمر الزهور، تقريبا كان عمره 26 سنة، فكانت أيام ما بين الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي حتى انتهت بالاستئصال، وانتقلت إلى رحمة الله في 2020 في عمر 30 سنة. فالمعنى بهبة معنى الهدية، فالمبادرة هذه هي إهداء من هبة رحمة الله عليها إلى جميع محاربين السرطان وإلى المجتمع بصفة عامة. الله يغفر لها ويرحمها. طيب خلينا نتكلم عن الفكرة، بداية الفكرة لهذه الحملة، أيضا الأهداف اللي وضعتوها، وكيف استشفيتوا من هذه القصة، قصة هبة الله يغفر لها ويرحمها، وأيضا اسمها في أن يكون اسما للحملة. والله شوف أستاذ، صراحة أنا كنت خلال رحلتها أنا اللي كنت معها دائما، فأنا صحيح ما جاني السرطان ولكن عشت معاناة كاملة، فكنت أحس بألمها، كنت أعرف المشاعر اللي كانت تصيبها من اكتئاب وأسى، أنه الإنسان لما يعيش في هذه الصحة أنه فجأة يفقد صحته صعب عليه. فمن هذا المنطلق عملت المبادرات اللي هي البودكاست، اللي هي فيه أشياء هتكون داخل المملكة العربية السعودية بشكل أنه يعني أدعم محاربين السرطان. أنت كنت صديقتها؟ لا، هي خالتي. خالتك. سنسميها أختي. الله يغفر لها ويرحمها ويجعل ما أصابها تكفيرا لها. طيب آمين يا رب. إذا يمكن هالفترة اللي عشتيها وكنت واقفة بجنبها الله يكتب أجرك، خلت كي اللي تعرفين هالمعاناة وحجمها وحبيت أنك تبدين بهذا النشاط ونقلها، كيف تحولت هذه الهموم إلى عمل على أرض الواقع؟ هو الشيء الأول اللي عملناه أنه عملنا الرؤية والرسالة. نعم. أنا ما أقدر أقول رؤية، أنا أقول أنه هذا حلم لنا، بشكل أنه إحنا نكون واقفين جنب جميع محاربين السرطان حول العالم بهدف التأثير الإيجابي عليهم. أما من ناحية الرؤية، التأثير الإيجابي للمحاربين، الأهداف تتضمن العديد من الأهداف على المستوى الخاص زي ما ذكرت لك اللي هو دعم محاربين السرطان، أما على المستوى العام المشاركة في رؤية 2030 في زيادة المتطوعين. جميل. ايش ابرز الامور يعني خصوصا الوجدانيه داخل محاربي السرطان اللي تعتقدين انه يحتاجون الدعم فيها؟ ليش تستهدفون انه تكون هناك نقطه تحوليه، وايش هي هذه النقطه التحوليه ايضا بالنسبه لمرضى السرطان؟ ايش حابين توصلون لهم حتى يستمروا بصمود لمواجهه هذا المرض؟ الفتره اللي بمروا فيها جدا صعبه، فتصيبهم مشاعر مره كثير متلخبطه، في ناس ما يكون في أحد واقف معاهم، في ناس يصيبهم الاكتئاب حتى. فمن هذا المنطلق في عندنا العديد من المبادرات اللي هي زي البودكاست. نعم. اللي هي عندنا برضه هيب ستور للدعم المادي لهم. أها، متجر إلكتروني، كيف آلية المتجر؟ وبنرجع البودكاست. أوكي، المتجر يهتم بالصفات اللي كانت موجودة فيها رحمة الله عليها، اللي هي مثل القوة، الولاء، الحب، الثقة. فتعاوننا مع الخطاط الأستاذ عبد الرحمن الشاهد بشكل إن هو يخط هذه الصفات ونحولها إلى منتجات بالتعاون مع شركات محلية، وجميع الري يذهب إلى الجمعيات الخيرية. رائع، فكرة رائعة. طيب بالنسبة لل البودكاست، ايش هي الموضوعات وآلية النشر وايش تستهدفون فيه ايضا؟ اوكي، منصات البودكاست ساوند كلاود، جوجل بودكاست، ابل بودكاست. اما من ناحية الاهداف، عندنا هدفين اللي هي دعم محاربين السرطان وذويهم، وكذلك التوعية المجتمعية، بشكل احنا عندنا في كل شهر من السنة هو يرمز إلى التوعية لأحد أنواع السرطانات، وإحنا اخترنا شهر واحد
عشان هو الشهر العالمي للتوعية بجميع أنواع السرطانات. فمن هذا المنطلق بدأنا إحنا في شهر واحد. ومن جهة ثانية نوجه رسائل إلى محاربين السرطان اللي هي مثل كيفية التأقلم والتكيف مع المرض. نعم. أثناء فترة علاجهم. يعني مهندسة رغد، أسجل إعجابي بوفائك وأنا أخوك من خلال طبعا رحلتك مع هبة رحمها الله، وأيضا استمرار هذا النمو في تقديم الخدمة للمجتمع لمحاربي السرطان جميعا. الله يوفقكم يا رب، وموفقين بهالحملة وهالجهد الكبير أيضا الذي تقومون به، مؤسسة حملة بهجة هبة المهندسة رغد الصافي. كل الشكر لك مهندسة.